ميرفت فين يا بنت؟ وانا ايش عرفني يا اخويا؟ قال لك عليها شفت حرانة ولا حاجة؟ ده انت صاحبتها يا بنت وسرها معاكي، ولا انت بتداري عليها يا روح امك؟ يا اخويا لا انا بدلي ولا بني، انا حتى ما بقتش قاعدة معاها زي الأول. شوف يا بنت، لو شفت لها شوفة تانية وما قلتليش هحطك في القبر جنبها في مدفن واحد. يا اخويا ما قلت لك ما اعرفش، انا حتى كلمتها لما سالتني عليها وما ردتش. شوفها حلو من الاخر، لو شفت لها شوفه تانية هخلص عليها وعليكي. وانا مالي؟ هو انا دايما كده متاخده في الرجلين؟ عموما يا اخويا لو عترت عليها هقول لك. لو عترت عليها هقول لك. بص يا حلو، تتخلصي الشغل النهارده وتروحي لها وتقولي لها يا سنيوره البلنسي بيقول لك تيجي بمزاجك، لو ما جاتش بمزاجها هجيبها بمزاجي على المدفن يا حلوه. انا هبلغ، وهي بقى عقلها في راسها تعرف خلاصها. لو ما عرفتش خلاصها انا هخلصها. شريف باشا، يلا يلا على شريف باشا. ها، ولما تخلصي تروح على السنيوره. يا بت لين دماغك ايه ده يا بت؟ يا بت ده انا بحبك يا بت، بحبك. وانا بموت فيك، بتعطلني. يلا يا اخويا سيو، يلا. سيو سيو. جرايه يا برنس، البت ميرفت سايقه العوض كده ليه؟ البت ميرفت حلوه وعطوه والناس كلها بتحبها. انا حاسس البت دي لو ما جاتش هموت عطوه. بعد الشر عليك يا برنس. تحب اروح اقلها لك بس بطريقتي الخاصه انا؟ ايه؟ طريقتك انت؟ طريقة فاشلة. سيب البت سكرة، هي اللي هتعقلها، ولو ما عقلتهاش هدخلها صالونات المجانين. الله، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه ميرفت ما بتجيش الكباريه ولا بترد على تليفونها؟ فهميني يا اخويا. والله ما اعرف، بيني وبينك البرنس شايط عليها على الاخر ومستحلف لها. برنس ايه وزفت ايه؟ ارمي الكلام ده من دماغك دلوقتي. احنا لازم نعرف هي غطسانة فين، بتنيل ايه بالظبط. طمن قلبك يا اخويا، هعدي عليها الليله بعد ما اخلص الشغل. الله ينور عليك، صاحبه واجب برضه. عموما انا هوصلك لحد عندها وهستناك قدام باب البيت. تطلعي تفهمي الزيتونه دي فيها ايه وتنزلي تطمني. اتفقنا؟ عينيا.